بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيه تعزيه ومواساه الى اخيه صاحب الجلاله الهاشميه الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه بوفاه والد الملك رانيا العبد الله المرحوم باذن الله الطبيب فيصل صدق الياسين الذي انتقل الى رحمته تعالى يوم امس واعرب صاحب الجلاله في برقيته عن خالص تعزيه وصادق مواساته لجلاله العاهل الاردني سائلا المولى العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته